اوه ماي جاد يا بوي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب المقطع يا طبعاً ويلي ويلي ويلي، تفرجوا معي شباب تفرجوا. وات از ذيس سلاح؟ انا بعرف شو هو السلاح بس انتم ما بتعرفوا لسه، راح تشوفوه ولا بعد شوي. طول بالكم طول بالكم. يا سلام على السينماتيك والمونتاج والاشياء الاسطوريه حبايبنا ليديز اند جنتلمان، مثل ما انتم شايفين شباب الاكس ام ويت حبايبنا الكرام. واخيرا وات از ذيس جايز حبايبنا، مثل ما انتم شايفين يا اساطير الاكس ام 8 هون عندنا طبعا هون شباب عندنا ندخل على الضرر ونشوف الاشياء اللي عنده موجوده فيها. شباب عندنا اثنين الضرر يب يب واحد من سلحة الاطلاق. صراحه شباب كثير متحمس لهذا المقطع. اوكي سو قم بش مقطع يا اساطير، بدنا نوصل هذا المقطع قبل ما نوصل كل شيء. شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. اوكي هذا اهم شيء يا جميلين. سو نيكست واهم شيء ثاني شباب، شيء ثاني حبيبنا بدنا هذا المقطع يوصل 50,000 لايك. اوكي شباب ليش عم تقول لنا علي كلش بدك هالعدد من اللايكات؟ انا بقول لكم ليش شباب، لانه هنا في سلاح ثاني هو تابسون يا اساطير، تابسون ولا بعرف شو اسمه شباب، ما راح افرجيكم الخاصيه تبعيته. اوكي اذا وصل 50,000 لايك راح نعمل لكم مقطع عليه شباب مباشره. ايه تمانو ليتس جو نبلش شباب. ندخل على الترقيه معلم حبايبنا الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا ليفل 1 شباب، فيه واحد من الضرر واحد من السرعه بس، ولكن في سرعه التحميل. اوكي ما في مشكله معنا سرعه التحميل، بنحط له الشارجر هذاك بيصير لوز اللوز هي ما في مشكله. الليفل 2 شباب عندنا هون هذا الشكل بيكون، طبعا ليفل اول شباب هون عندنا تطبيق السماوات طبعا. اوكي مثل ما انتم شايفين لما نعمل ليفل 2 هي بتنزل. اوكي نفس الشيء هي بتروح والشكل تبعه بتغير. ليفل 3 ليديز اند جنتلمان يا سلام بلشت الحجرة هذا الالماس يطلع شباب، الالماس الالماس مظهر جديد ما في شيء تغير فيه بس، ولكن ليفل 4 شباب عندنا تاثير الضرب بيصير هيك على العدو. اوكي بس ولكن عندنا تطوير السمات شباب بيصير سلاح كامل، يعني اذا خاصيه السلاح داخل السلاح اهم شيء فيه شباب. الليفل 4 يعني كل شيء لوز اللوز. سو شباب الان نتحول ننتقل لليفل 5. عندنا هون شباب تاثير قتل هيك لما نقتل العدو، شوف كيف الشكل ركز معي كيف حبيبي والله لوز اللوز. التأثير اطلاق النار يا بوي شيء اسطوري بس، ولكن كشكل هنا عندنا ليفل 6 شباب الشكل شيء لوز. شوف فتح القدرات هون عندنا اهجم مرتفع للحصول على درجة اهجم من المرتفع للحصول، طبعا هون يمكن تبعد على الثلج اعتقد شباب مثل كل هذول الاشياء. الليفل ماكس حبايبنا المظهر الاخير مثل ما انتم شايفين شيء لوز اللوز ليديز اند جنتلمان صراحه بس، ولكن الرقصه شباب فرجوا لي على الرقصه. اوكي مش كثير طويله بس ولكن يعني شوفوا معي حبايبنا لما تضرب هيك كول كول معلم كول 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 كثير حلو كثير حلو كثير حلو معلم. ليه حلوه الرقصه معلم، فرجيكم اياها كمان مره حبيبي والله والله شيء اسطوري. ناس اوكي شباب الان رح نحاول نحصل عليه. اوكي شوفي هي عندنا هي تبعيتها هي كمان الدلاجه تبعيته شباب شيء اسطوري والله ما شفناها. سو حبايبنا رح نعمل هي نشيل هي ونشيل هي حبايبنا نعمل تاكيد. اوكي طبعا شو راح يطلع لنا اياه اول لفه يا بوي ليتس جو حبيبي والله نفتح مفتح يلا لفه ثانيه معلم نحاول احصل عليه. معنا 3000 جوله شباب رح تطوره، طبعا شباب ما رح تطوره الماكس تمام حبايبنا لانه حابب اطور بس الاشياء المهمه يعني فهمتوا علي كيف؟ لما ينزل بسيرفرنا شباب بسيرفر مينا يعني ما راح اقدر اطور هوني ماكس ونيك ما شباب انا يعني مش بشاركه، لو كنت بشاركه كنت طورت لكم اياها هوني ماكس شباب. اوكي سو ليديز اند جنتلمان دعمكم حبايبنا الله يرضى عليكم، تاجات على الانستغرام بدروا قولوا له بدروا عليكم بدنا اياه بدنا اياه بالشراكه يلا ليتس جو روح حبيبي والله ابلع. هون عندنا اللعيبه هاي طبعا شباب بعرف هون حظي هون البيض قولي 5 توكن لوز يلا ان شاء الله يطلع لنا يا معلم. حصلنا على هذه الدلاجه هي علقت اللعبه وات هابينج اقسم بالله شاب علقت اللعبه ما اعرف شو صار لها دخيل الله عن جد تفاجات من هذا الشيء وات از ذيس برو. طبعا شباب الفيديو رح ينزل بشكل متاخر بوقت متاخر ولكن حبايبي بدي دعمكم شباب بدي دعمكم شباب كل اسطوره عم يشوف هذا المقطع الان تدخل تحط لايك تعمل مشاركه تبعت لكل اصحابك تقول عليكم نزل شاب الاكس ام 8 الجديده شاب تقولوا له تعال شوف المقطع حبيبي والله ليتس جو 2500 جوله شباب عندنا هون. اوكي اللفه الاخيره بقى لنا يا اخي ايش هذا؟ شو هذا؟ ايش عم يصير هون والله شباب؟ اللعبه لعبت فيها شيء والله العظيم لعبت فيها شيء اكتمل. طب ليش ما طلع لنا هيك ال شيت مان ما طلعتنا؟ اوكي ما في مشكله طلع السلاح شباب نروح نظبط الوضع. اوكي نعمل تزويد حبايبنا ايه تمانو. طبعا شباب راح افرجيكم شيء كثير مهم
اللي هو يا سطير رح نعملكم هيك بشكل سريع مقارنة بين الاكسم 8 هذا او خليها شبل المقطع لما نعمله تطوير افضل لما نعمله ليفل ماكس خلينا طب الليفل ماكس رح نعملكم مقارنه مع الاكسم 8 كلياتهم اوكي حبايبنا طب هذا هو الشكل شباب واخيرا حصلنا عليه لوز لا شباب رح نحاول نطوره معنا الفيجر يا شباب رح نشوف كم يطلع كم صندوق رح نقدر نجيب نطور فيه اوكي تعال حبايبي نجي لهون نجي على الصندوق نشتري 1000 جوهره من الصندوق معنا وقسيمه التمانو نشتري ب 1000 هون اوكي نشتري ب 1000 جوهره شباب 1000 22 صندوق نفتحهم كلياتهم حبيبي والله يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي خلينا نروح على التطوير شباب نحاول نطور لكم نحاول الهدف نطوره ليفل 4 شباب عشان نجرب الاشياء المهمه فيه اوكي نمبر 2 ليديز اند جنتلمان التمانو طورناه شباب النمبر 3 شباب طبعا نحاول نوصله ليفل 4 شباب اوكي هذا اهم شيء يعني فهمتوا علي كيف اوكي شباب اهم شيء ليفل 4 هو الشاب اللي باقينا تمام نطوره نشتري كمان والله نشتري 10000 1000 كمان نشتري 1000 نشتري 1000 جوهره شباب طبعا شباب في احداث كثير شفتوها اكيد اذا بدكم شباب مثل ما انتم شايفين هون فوق وهون شباب سكنات اسطوريه اذا بدكم شباب نوصل نشوف هذا يعني مثل ما وعدتناكم يعني مثل ما قلت لكم 50000 شباب اول مره بطلب شباب لا هي كانت ثالث ولا رابع مره بس ولكن يعني ما بطلب بالعاده كثير حبايبنا اوكي يلا ابلع نشتري كم واحد عندنا هون 14 ثواني شوي ثواني شوي معلم لك شو عم بيصير يلا اه ناقص واحد اوه سوري 10 15 20 ايه تمام ابلع يلا بلس هيك شباب اعتقد نقدر نطوره ليفل مو ماكس يعني ليفل 4 شباب كمان حلو اتس اوكي اوكي ليتز اند جنتلمان يلا نطور معلم ليفل 4 لا لا تقلي ناقص نو ليش الحظ البيض ليش يا ربي ليش الحظ البيض يا شباب لا تقول لنا لازم نشحن ليتز اند جنتلمان كده عم واجه صعوبه كثير بالشحن بهذا السيرفر سو حبايبنا طولوا بالكم راح نشحن شوي اوكي يا ساتر شحنا الجوهر حبايبنا مثل ما انتم شايفين طبعا بما انه شحنا ال 500 جوهر راح نشحن لا ما بدنا يعني نشحن يلزمنا كم يلزمنا يعني كم يعني اربع خلينا نقول 10 10 حبات خلينا نشتري هذول معلم هيك وضعنا اللوس اوكي راح نطول الاربع شهر راح نحل جوهر شباب للايام الجاي اوكي للتبسون اذا وصلنا ال 50000 لايك ليتز اند جنتلمان الاحداث الموجوده بهذا السيرفر يا بوي ايه تمام نعمل تطوير ليفل 4 شباب يا سلام عليك اوكي حبايبنا الان صار وقت الجد يعني الجد اوكي الان حان وقت الدخول الى التدريب ليتز اند جنتلمان ندخل على التدريب لازم نجربه طبعا لازم نجربه شيء ضروري ايش ضروري نجربه حبايبنا طبعا اصحاب وقت التدريب يا بوي هات لنشوف معلم يا بوي ابلع يلا طبعا شباب يلا يا زلمه ادخل ليش عم يطول هيك طبعا هون انا بدي بغير في السيرفر يعني بيتاخر الوضع وحبيبي والله بليز كمان برو ادخل بليز اوكي شباب الحلوين ليديز اند جنتلمان عندنا هون الاكس ام 8 ويلي 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 عاود ثاني ويلي شباب فرجوا معي تفرجوا على شكل شباب هذا ليفل 4 يعني طبعا نترقبوا الفيديو الشباب لما ينزل بالسيرفر مينا شباب ان شاء الله راح نطور لكم اياه ليفل ماكس ونجربه بالليفل ماكس طبعا طورناه يعني النص اهم الاشياء يعني هلا بالنسبه لي يعني اهم الاشياء اللي فيه اوكي حبيبنا طبعا هون نجرب 36 دمج بالهيد لا طولة هنجرب هون معلم ويل شوف الكهرباء طول بالك نعمل لكم زوم شباب طول بالك شوفوا الكهرباء شباب ويلي شوفوا الكهرباء شباب على لا لازم ندخل بسرعه شباب ندخل بسرعه اوه ماي جاد شباب هذا السلاح عن جد ناري طبعا شباب رح نعمله هيك رح نضيف الاشياء الموجوده عليه اوكي نضيف له الشارجون هذا ونضيف له هذا البوني عادي وهذا الشيء اوكي حبيبي والله ونضيف له البوش يلا حبيبي والله طبعا مثل ما انت شايف 35 معلم هون فوق ايه تمانو ندخل نجربه بساحة التدريب يا اساطير ضروري ايه تمانو وين على الكهرباء شباب ويلي على الكهرباء معلم 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 طولي بالك معلم طولي شباب عندي البينك شاب 500 هون بدا السيرفر اوكي بس ولكن معلم شو اسطورة شوف الكهرباء بس شوف الكهرباء طول بالك يا زلمه
اوكي برو. او ماي جاد، لا ده واحد سرقه، بس الكهرباء شيء اسطوري. ولا ويلي 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 معلم. طبعا ما بشوف الاحمر. قال اتفرج على الكهرباء، اتفرج على الكهرباء يا زلمه، اتفرج على الكهرباء. اقسم بالله حبايبنا شيء يكهرب الوضع، يتشكلز الامر يا زلمه. علو بيولا، علو بيولا، هذول معهم بربر يا زلمه. كم كلف هذا معلم؟ والله شي بوس. تعالي شوي، تعال يا جميل، تعال 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 شيطون. ها بلش الوضع يا شباب، بلش هيك نحمل الوضع يا شباب. يقولوا شباب عندي ال، تعال تعال والله شباب سلاح مرتب. اوبا تعال 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 يا زلمه، هذا ما يخلينا بحالنا يا زلمه، خلينا نعرف نلعب اياه. والله هيك اسطوري شباب، كهرباء. والله خسنا نضبط شوي العدادات شباب، عندنا عدادات بيت خلينا نرفعهم المعلم. تعال شباب ابلع، علوبي او ماي جاد. اوكي حبايبنا سلاح مرتب، سلاح مرتب ليديز اند جنتلمان، شكل اسطوري. ايش مرتب 180 بالبعد 36 معلم، يعني شيء اسطوري الصراحه، شيء مرتب. اوكي اوكي حبايبي الكرام، راح اطول عليكم اكثر من هيك. هيك بكون تم مقطعنا اليوم يا اساطير. شكرا للجميع اللي تابعنا حبايبنا، نزلت لكم مقطع اليوم بنفس الوقت شباب، ما شاهدوا شباب متجر هاكر نزل اليوم، روحوا شوفوه يا اساطير. نشوفكم على خير حبايبنا، لا تنسوا تشاهدونا على قناتنا الثانية يا شباب الحلوين، نزل لكم مقطع اصول شباب، كثير منكم طلب لي هذا المقطع، تروحوا لهناك شباب شوفوه لانه مقطع لوز لوز. لا تنسوا باللايكات والاشتراكات والمشاركات، ولا تنسوا شباب في احداث اسطورية بهذا السيرفر شباب، مثل ما قلت لكم وصل 50000 لايك هذا المقطع، نعمل لكم الفيديو الجديد باسرع وقت ممكن حبايبنا. اوكي نشوفكم على خير، شباب بسطتوا مع المقطع، اعطونا لكم التعليقات، تشاو.